نبتدي مشاهدينا اولى فقراتنا في الجمعه 21 اكتوبر 2011 بمنشطات الصحافه. زي ما قلنا يوم تاريخي، ويمكن اهم الاخبار المتصدره هي اخبار مصرع القذافي وتضارب الاقوال حول مصرع نجليه. هنتناقش في الاخبار بالتفصيل، يلا بينا معاك. خبر الاول عندنا من الاهرام الصفحه الاولى: مصرع القذافي لا تطلق الرصاص، اخر كلماته من مخبأ تحت الارض في سرت. والاهرام الصفحه الاولى: مقتل سيف الاسلام والمعتصم ووزير الدفاع السابق. الشروق الصفحه الثانيه: الحكومه توافق على مبادله جرابيل بالسجناء المصريين في اسرائيل. والاهرام الصفحه الاولى رجعنا لها تاني: التحفظ على ثروه مبارك واسرته وفرض الحراس عليها ووثيقة سويسرية تثبت التحقيق مع جمال وعلاء بتهم غسل الأموال. المصري اليوم الصفحة الأولى: الجبهة انسحاب من الكتلة المصرية والائتلاف يتهم الثورة مستمرة بالانتهازية. والدستور الصفحة الثانية: اللواء سامح سيف اليزر الخبير الاستراتيجي: أمريكا عرضت منح مصر معونات لإطلاق سراح إيلان جرابان. الشروق الصفحة الثانية: انطلاق أول أفواج الحج البري من نويبع اليوم. وآخر خبر من المصري اليوم الصفحة الثالثة: الدكتور محمد البلدعي قال لن نقبل ان يحكم المجلس العسكري مصر من وراء الستار. طبعا اول خبر عندنا مصرع القذافي، ده من اهم عناوين الاخبار الموجوده النهارده في اول صفحه في كل الصحف بعد 42 سنه من حكمه. لقى مصرعه امس في هجوم شنه المجلس الانتقالي الليبي على مدينه قرب مدينه سرت، وكان هو مختبئ في مكان ما وصاح بصوت عالي جدا: لا تطلقوا الرصاص. فالمجلس الانتقالي بيقول ان هو ما كانش متعمد تماما قتل القذافي، بالعكس كان عايز اكتر انه يقدمه للمحاكمه، لكن اللي حصل ان هو كان في هجوم بين المجلس الانتقالي، هو بيحاول تامين القذافي لحد ما يصل لمركزهم الاساسي، بينه وبين المتظاهرين الليبيين اللي اطلقوا عليه الرصاص. هو تضاربت الانباء مي، هو في روايات تانية بتقول انه كان في قافله اربع سيارات و تم قصفها، وفي اخبار تانية بتقول ان هو لا ده كان في مخبأه، وزي ما بيقولوا كده قال لا تطلق الرصاص لما يعني حاولوا ان هم يخرجوه فالثوار قتلوه. بس احنا شفنا صور حيه يعني نقلتها وكاله رويترز، وهي بتؤكد ان هو كان حي وقت ما هم يعني بالزبط القوا القبض يعني عليه. هم القوا القبض عليه، لكن بعد كده التطور حصل ازاي ما احناش عارفين. لكن كمان من اهرام الصفحه الاولى منشط تاني بيقول: مقتل سيف الاسلام والمعتصم ووزير الدفاع السابق. يمكن في مشاهد وصور نشرت في الانباء امبارح لده، لكن سيف الاسلام ما ظهرتلوش لسه صور لغايه دلوقتي، وهو مطلوب في المحكمه الجنائيه الدوليه بتهم جرائم حرب. الشروق الصفحة الثانية: الحكومة توافق على مبادلة إيلان جرابيل بالسجناء المصريين في إسرائيل. إيلان جرابيل ضابط إسرائيلي اتهم بالتجسس لصالح إسرائيل وتم القبض عليه في يونيو الماضي في مصر. حتى الآن ما سمعناش إن جرابيل اتقدم لأي نوع من أنواع المحاكمة في مصر، لكن كان في كلام كتير ومناقشات كتير بين مصر وبين إسرائيل بين أمريكا على تسليم إيلان جرابيل. والاتفاق القائم دلوقتي هو مبادلة جرابيل ب 81 أسير مصري موجودين في السجناء إسرائيل. أعتقد أن ال 81 دول مش بيضموا الثلاث أطفال اللي تم القبض عليهم الشهر أو الشهرين اللي فاتوا موجودين في إسرائيل، فيا رب ينضموا للقائمة. ويمكن ده كمان مرتبط بالخبر السادس بتاعنا عشان المخرجة بس تبقى عارفة معانا، أنه اللواء سامح سيف اليزل امبارح في حواره في برنامج اتجاهات امبارح على التلفزيون المصري قال ان في سناتور امريكي عرض منح مصر معونات ماليه واقتصاديه في سبيل الافراج عن ايلان جرابيل، واضح ان هو غالي عندهم جدا، بس اضاف ان هو لا داعي لاتهام مصر بانها ابرمت صفقه في مقابل فلوس. هو قال كان الاجدى ان احنا نستبدل الاسرى المصريين وعددهم 78، خاصه بعد نجاح صفقه جلعاد شاليت اللي فشلت فيها خمس اجهزه مخابرات، وان الصفقه دي هتكون الاخطر من الناحيه الامنيه لمصر، لانها اولا هتاخد وقت لانه المطالب الامنيه المصريه فيها كتير وكل غالبيتها سريه، فغالبا مش هيتم الاعلان عنها بالظبط. لكن كمان هو بيقول انه اذا اردنا كمان ان احنا نعمل الصفقه فالاقدر كمان ان احنا ناخد كمان الثلاث اطفال اللي هم متهمين ان هم اللي هم الوالد عدوا الحدود وهم مش قاصدين كانوا يبيعوا سجاير وحاجات كده، ومقايدتهم في امريكا او مقايدتهم في امريكا بمساجين زي عمر عبد الرحمن ومطالب اخرى ضروريه لمصر.
في خبر من الأهرام الصفحة الأولى: التحفظ على ثروة مبارك وأسرته، فرض الحراس عليها، ووثيقة سويسرية تثبت التحقيق مع جمال وعلاء بتهم غسل الأموال. التحفظ على ثروة مبارك تم من قبل جهاز الكسب غير المشروع، وسويسرا قدمت مستندات بتقول ان علاء مبارك ومعاه مين كمان، زهير جرانة وياسين منصور، متهمين بغسل الاموال وتشكيل تنظيم عصابي فيما بينهم لهذا الغرض. لغسل الاموال بالظبط. لا ده في كمان جزء مهم في الخبر يا مي، انه امبارح بالمستندات والوثائق اعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، اعلن ان اولا تفنيد مزاعم محامي الرئيس ونجليه بانه ان سلامه موقفهم المالي والجنائي، واعلن ان الجهاز اصدر قرار رسمي يوم الاثنين اللي فات بالتحفظ على اموال مبارك واسرته مع تكليف مباحث الاموال بجرد الممتلكات العقاريه والسائله والمنقوله وتعيين حارس عليها، وقال انه استنادا لوثيقه رسميه سويسريه فان في قاضي سويسري بيقوم بالتحقيق في التهم الموجهه لعلاء وجمال علاء مبارك وزهير جرانه وياسين منصور بغسل الاموال بشكل رسمي، ده غير انه في وثيقه تانية بتظهر قبول السلطات السويسريه على التحقيق معاهم جنائيا والاحتفاظ بحقها في الادعاء المدني، لانه لجنه استرداد مصر، لجنه استرداد اموال مصر المهربه، ثبت لديها وجود حسابات مصرفيه في سويسرا بقيمه 352 مليون دولار باسم علاء وجمال نجلاء الرئيس المخلوع، وبالتالي التحفظ عليهم واجب لانه لا يوجد ما يعزز ذلك قانونيا ان هم الفلوس دي بتاعتهم بشكل مشروع. في خبر من مصر اليوم الصفحة الأولى: الجبهة انسحاب من الكتلة المصرية والائتلاف، والائتلاف يتهم الثورة مستمرة بالانتهازية. ده خبر موجود من مصر اليوم. في عدد من الأحزاب انسحبوا من التكتلات، يعني أعتقد قبل يومين بس، من إقفال باب الترشح للانتخابات البرلمانية، فده برضو شيء عجيب. يعني في عدد انسحب من التكتلات وعدد تاني زود عدد المرشحين ليه في الانتخابات القادمة. ما أعتقدش بقى إن في أسباب، لكن أكيد كان في اتفاق مسبق على ده، ما ينفعش يكون المفاجأة. بصي اعتقد ان هي بتبقى ساعه الامتحان زي ما بيقولوا، يكرم المرء او يهان، فيمكن الوقفه دلوقتي حصلت ما بين كذا ائتلاف، يعني ائتلاف شباب الثوره وحزب التيار المصري انسحبوا من الثوره مستمره، وانسحب حزب الجبهه الديمقراطي من الكتله المصريه، وفي لسه كلام مش مؤكد حول انسحاب حزب الكرامه من التحالف الديمقراطي. يعني في اختلافات كتير، يمكن بكره اخر يوم هيحسم الموضوع وهيظهر الدنيا هترسى على ايه. يمكن اخر خبر هنختم بيه تصريحات مثيره جدا من دكتور محمد البرادعي، وقال فيها: لن نقبل ان يحكم المجلس العسكري مصر من وراء الستار. يمكن ده المانشيت الرئيسي، وده على عقد الدكتور محمد البرادعي. ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه ده اللي هنعرفه، لكن خلونا نروح لتاني فقراتنا في نهارك سعيد بعد الفاصل.